بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا بينا على النبي كده يا دكاترة. إن شاء الله في الفيديو ده أنا هفهمك الكومبليكيشنز بتاعت السي أو بي دي، وهفهمك الباثولوجي بتاع كل كومبليكيشن بيحصل إزاي بالظبط. أول حاجة أنا عايزك تعرفها الأول بس إن السي أو بي دي ده معناه كرونيك أوبستراكتيف بولمونري ديزيز. أنا كاتب حتى الاختصار هنا أهو، كرونيك أوبستراكتيف بولمونري ديزيز، وده معناه إن العيان ده حصل له أوبستراكشن في البولمونري سيستم وبصورة كرونيك. وانا عايزك تاخد من التعريف كلمتين هما اللي هيدخلونا في الموضوع دلوقتي. اول كلمه ان الموضوع كرونيك، فالعيان ده لونج لايف تريتمنت، الحلقه الريفرسبل للاسف. وكمان حاجه اوبستراكشن، يعني في اوبستراكشن في البولمونري سيستم وبصوره كرونيك. كويس كده، كلمه اوبستراكشن دي هناخدها دلوقتي وهي اللي هتدخلنا في الموضوع. بس الحقيقه قبل ما ادخل معاك في التفاصيل اللي عايز اقولها في دقائق معدوده كده، عايز اقول لك بس ان اشهر كوز يعمل السي او بي دي يا جماعه في اي عيان هو السموكينج. فالتدخين ده نقمه عظيمه جدا على اي عيان الحقيقه. المدخن وخصوصا الهيفي سموكر ده المين كوز اللي يعمل العيان سي او بي دي ويجيب له كرونيك واوبستراكشن في البولمونري سيستم بتاعه. طب تعالى ناخد كلمه الاوبستراكشن دي اللي احنا بدأناها ديت، وهي دي اللي هتدخلنا في الموضوع وتفهمنا كل كومبليكيشن من الكومبليكيشن دي حصلت ازاي. كلمه اوبستراكشن معناها ان ده كده البولمونري سيستم اهو بتاعنا، ده كده البولمونري سيستم، وده السيركيوليشن الليفت سايد من الهارت. انا قاسم الهارت بس جزئين، جزء ليفت اهو اللي فيه الاكسجينيتد بلاد اللي انا عامله باللون الاحمر ده اكسجينيتد، وجزء رايت الناحيه الثانيه اللي فيه الدي اكسجينيتد بلاد او فيه الكربون دايوكسيد، يعني اللي هو الجنب الثاني ده. فالمفروض ان ده اللنج بتاعنا، المفروض ان الهارت الجزء الليفت سايد بيضخ الدم الاكسجينيتد لكل اورجان الجسم، فالاورجان الجسم كلها تاخد الاكسجين وترجع الكربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد يرجع مع الفينوس سيستم اهو، يرجع مع الفينوس سيستم كده لحد ما يدخل في الرايت سايد. الرايت سايد ده يضخ الدم اللي مليان كربون دايوكسيد الى الالفيولاي او الى اللنج، تاخد الكربون دايوكسيد وتدينا بداله الاكسجين، والاكسجينيتد بلاد يرجع تاني في الليفت سايد، وهكذا السيركيوليشن ماشي. السيركيوليشن اللي قدامك دي كلها اسمها طبعا سيستميك سيركيوليشن زي ما كلكم تعرفهم، واللفه الصغيره اللي فوق دي بس كده اللي اسمها بولمونري سيركيوليشن، صح كده؟ بولمونري سيركيوليشن. ايه اللي بيحصل بقى في الموضوع بتاعنا؟ اللي بيحصل فيه اوبستراكشن في البرونكيول او البرونكاي. اوبستراكشن ده بحاجتين، بناروينج ان المكان ده ضاق يعني حصل برونكوسبازم، وميوكس كتير جدا، وميوكس كتير جدا. مش بس ده اللي بيحصل كمان، ده اللي بيحصل كمان في العيان بتاع الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز او السي او بي دي، مع النروينج ومع الميوكس ده بعض انواع العيانين بيبدا يحصل لهم كده ان الوول اللي كان عامل كل كوره، الالفيولاي بتاعتنا يا جماعه اللي هي في اخر اللنج بتكون كوره كده، كور كده بالمنظر ده، وكل كوره على سطحها سيرفيس اريا عالي جدا يحصل من خلاله تبادل الغازات. دي سيرفيس اريا ودي سيرفيس اريا ودي سيرفيس اريا ودي سيرفيس اريا، وهكذا كل واحده سيرفيس اريا. تخيل ان احنا لو لمينا الالفيولاي دي بتاعتنا كده وفردناها، جبنا بني ادم واحد وفردنا الالفيولاي بتاعته، تبقى قد ملعب تنس. تخيل انت عندك سيرفيس اريا في جسمك عامله ازاي، او في اللنج بتاعتك عامله ازاي. اللي بيحصل بقى ان السيل وول الاجزاء اللي بينها دي بتدوب كده في عيان السي او بي دي، بنسميها الحاله دي انفيزيما، وبتفقد السيرفيس اريا العظيمه اللي كانت موجوده، وتصبح كلها عباره عن كوره واحده بس بالمنظر ده كده، كلها عباره عن كوره واحده، فالسيرفيس اريا تبقى قليله قوي. ده اللي بيحصل بالظبط في عيان السي او بي دي. يعني اللي بيحصل في عيان السي او بي دي مش بس اوبستراكشن، لا ده بيحصل ناروينج وميوكس ومعاها كمان نقص في سيرفيس اريا بصوره كبيره جدا يا جماعه. وبالتالي الكوره اللي كانت حلوه قوي دي، اللي كانت كور كتير بالمنظر ده كده، بقت كلها للاسف كوره واحده بالمنظر ده، فالسيرفيس اريا بقت قليله. من هنا بقى تبدا المشاكل. اول مشكله هتظهر معانا ان بسبب السي او بي دي كده في ميوكس عالي وفي ناروينج عالي جدا، فكده الاكسجين او الهواء اللي داخل هيبقى قليل، فهيبقى في نقص او في عجز. دي القاعده العامه اهي، في عجز اهو في الاكسجين سبلاي الى جميع الاورجان بتاعت جسمك او التيشو بتاعت جسمك. يعني انت في حاله من الهايبوكسيا، صح ولا ايه؟ في حاله من الهايبوكسيا. مع هنا تبدا معانا اول مشكله. حاله الهايبوكسيا دي نتيجه ان الالفيولاي ده اهي ما عادتش بتدي الاكسجين، ما عادتش بتدي اكسجين للسيركيوليشن بتاعتنا، فالسيركيوليشن دي كلها بقت عطشانه من الاكسجين، مش لاقيه اكسجين. اول ريفلكس الجسم يعمله يا جماعه المنطقه ده اهي، المنطقه دي كده يبدا يحصل فيها فازو كونستريكتور. بص كده، يبدا
البولمونري ده هو البولمونري سيركيوليشن ده هي يبدا يحصل فيها فازو كونستريكتور، وده اول عرض هيظهر مع العيان انك تلاقي بيظهر معاه بولمونري هايبرتنشن، ما معنى ان المنطقه دي تبقى فازو كونستريكتور يعني الضغط جواها هيعلى، فيبدا يظهر اول حاجه مع العيان بولمونري هايبرتنشن، فده اول عرض هتلاقيه ظهر عند العيان ده. البولمونري هايبرتنشن دي مش هتسكت، هتبدا توسع الموضوع كمان. الضغط لما يعلى في المنطقه دي ده ضغط عالي في مواجهه الرايت سايد من الهارت. تخيل الفنتريكل ده دلوقتي اللي هو الرايت فنتريكل مطلوب منه يضخ الدم في وش ضغط عالي في وش فازو كونستريكتور، مع الوقت الرايت فنتريكل ده هيتعب وهيبدا هو كمان يفيلير ويحصل فيه ريموديلنج ويبدا يتضخم وهكذا ويبدا يحصل فيه فيلير. الفيلير في الرايت سايد ده هوت نتيجه هذه البولمونري هايبرتنشن دي تاني مشكله بتحصل معانا اللي بنسميها الكور برمونال. الكور برمونال معناه رايت سايد هارت فيلير بسبب او رايت سايد فيلير بسبب الفازو كونستريكتور اللي مواجه له، فاول مشكله هتحصل هي البولمونري هايبرتنشن. طب البولمونري هايبرتنشن حصلت ليه؟ اصل البلاد فيزلز اللي هنا عملت ريفلكس نتيجه نقص الاكسجين اللي وصل لها، يبقى اول مشكله هتحصل بولمونري هايبرتنشن. تاني مشكله هتحصل كور برمونال، بالتالي ما تستغربش لما تلاقي عيان سي او بي دي مثلا وبياخد سيلدينافيل، لان السيلدينافيل داخل في علاجات البولمونري هايبرتنشن. انت لو ما انتش فاهم الموضوع تقول ايه اللي جاب دال ده، ايه علاقه السلدينافيل مثلا مع السي او بي دي، واخد بالك انت؟ طيب يبقى الكوربا المنال معناه حصل رايت سايد هارت فيلر. وعلى فكره برضو الموضوع مش هقف عند كده، ده معنى ان العضله دي تضعف وما تبقاش هتبقى قادره انها تضخ الدم وتحرك الدم هنا، معنى كده ان كل الدم اللي في المنطقه دي هيبدا يبقى قاعد في مكانه ومش قادر يتحرك ويروح الرايت سايد، لان الرايت سايد من الهارت يا جماعه، جزء الرايت سايد ده من الهارت، ما دام الدم قاعد جواه ومش قادر هو يضخه، ما الدم اللي جاي كمان هنا مش هيلاقي مكان ينزل فيه، فيبدا ده يتعبى دم، يتعبى دم الفينوس سيستم ده يتعبى دم ومش قادر يفضي الدم داخل الرايت سايد، فيبدا يرشح، يبدا يرشح هو كمان، فيرشح ده يعني يلا اهلا بيك العين يبدا يجي له جنرالايزد ايديما، تتجمع عنده ايديما بقى في كل حته في الجسم زي بالظبط الايديما او قريبه لاعيان الايديما بتاع عيان الهارت فيلير، فتبدا البلاد فيزل دي كلها ترشح او الفينوس سيستم ده كله يبدا يرشح، فيبدا يعمل جنرالايزد ايديما في العيان. فالعيان بيجي له رقم واحد بولمونري هايبرتنشن، اتمنى تكونوا فاهمين اللي انا بقوله. رقم اتنين كور بولمونال وده معناه رايت سايد فيلير. رقم تلاته نتيجه الاوبستراكشن العالي ده كل الهواء اللي دخل ما عادش قادر يخرج خلاص، اتحبس. كل الهواء اللي وصل هنا كده في المنطقه دي ما عادش قادر يخرج خلاص، فيتحبس في المنطقه دي، مع الوقت اللنج دي بتبدا تتضخم نتيجه الهواء ده اللي دخلها ومش قادر يخرج ده، فتبدا تتضخم. ده غير ان ممكن الهواء ده يفرقع الالفيولاي ويعدي من خلالها ويوصل يا جماعه يبقى بين اللنج وبين الشيست وول. تخيل انه خرم وعمل دامج في اللنج ويبقى ما بين الشيست وول وما بين اللنج، دي اللي بنسميها النيوموثوركس، ان الهواء خرج بره اللنج وبقى بين الشيست وول وبين اللنج. مع الوقت الهواء اللي خرج بره ده، تخيل الهواء بقى هنا بره كده، يضغط على اللنج ويعمل فيها كولابس، فاللنج تبدا تلوس الفانكشن بتاعتها وتبدا تدمج اكتر واكتر كمان. يبقى اول مشكله هتحصل بولمونري هايبرتنشن، تاني مشكله هتحصل كورب المنال، تالت مشكله هتحصل النيوموثوركس، المشكله الرابعه ان عدد الار بي سيز هيزيد، بيحصل زياده في الار بي سيز او بوليسايسيميا. طب ليه ده بيحصل؟ ليه الار بي سيز تزيد؟ ما انت عندك نقص في الاكسجين في السيركيوليشن كلها، فالكدني تاخد امر، ما دام فيها هايبوكسيا كده الكدني تاخد امر تصنع ار بي سيز، فتدي امر بانتاج الاريثروبايوتين اللي كلكم تعرفوه، الاريثروبايوتين يطلع على البون مارو يدي امر بتصنيع ار بي سيز كتيره قوي، لانه مفكر ان الار بي سيز هي اللي قليله. لما الاكسجين بيقل للتيشو كلها بيبقى في حاله من الهايبوكسيا، ده بيستيميوليت الكدني انها تطلع اريثروبايوتين عشان تنتج ار بي سيز كتير، لانها مفكره ان الهايبوكسيا دي بسبب نقص الار بي سيز، فتقوم مدي امر بانتاج ار بي سيز كتير، والار بي سيز للاسف هي كده كده مش لاقيه اللي هتشيله، حتى لو بقت كتيره ما هيش لاقيه الاكسجين لان الطريق مقفول من فوق من هنا، فتبقى العيان برضو يتجه انه يجيله بولي سايسيميا. ده غير ان الميوكس الكتير اللي مخلوق في المنطقه ده سورس محترم للانفكشن، فالعيان ده سهل جدا يجيله انفكشن، والانفكشن للاسف في العيان السي او بي دي ده كارثه يا جماعه، لانه بيزود النروينج وبيزود الميوكس كمان. ده غير ان العيان ده ليل نهار مش قادر يتنفس وبياخد نفسه بصعوبه و و و، فسهل جدا يدخل منك في ديبريشن، وده حاجه من الحاجات اللي كومن جدا انها تحصل في العيان لو مش بيتعمل له اشورنس بصوره كويسه. العيان ده سهل جدا يجيله ديبريشن ويحتاج ياخد انتي ديبريسنت ميديكيشن، متخيل؟ فالقصه كلها بدات من كلمه واحده بس في التعريف، يعني دايما انا بحب اشرح موضوع السي او بي دي في اي كورس لازم ابدا بالتعريف، التعريف هو اللي هيفتح لك الموضوع. كورونيك
فالحاله هي كرونيك واوبستراكشن. هات اوبستراكشن دي بقى وتعالى نتكلم عليها. يلا الاوبستراكشن يعني ناروينج، يعني ميوكس عالي ومعاها كمان ممكن يحصل كمان ان الالفيولاي الكور الوول اللي بينها يبدا يدوب. ولما يدوب انا بشرح بمصطلحات بسيطه بس عشان لو بيسمعني طلبه يفهمهم، الوول ده لما يدوب السيرفيس اريا تقل، فالاكسجين يقل، الاكسجين قل يلا ار بي سي تزيد، ومعاها كمان يبدا يحصل فازو كونستريكتور في المنطقه ديت كمان، فيتسمع معانا بكوربا المونالي يعني الرايت سايد من الهارت هيتعب، معاها نيومو سوركس ان يحصل ان الهواء يخرج بره اللنج ويتحجز بين الشيست وول وبين اللنج، فيبان على هيئه هواء في الاكس راي ويبقى واضح جدا. سهل جدا يحصل انفكشن، العين ممكن يجي له ديبريشن وبيجي له كمان بولمونري هايبرتنشن زي ما كنا وضحنا. كلمة السر في الموضوع ان حصل اوبستراكشن اتسبب في نقص في الهايبوكسيا. كلمة اخيرة قبل ما اقفل معاكم الفيديو ده يا جماعة، عيان السي او بي دي حالتين، حالة بنسميها كرونيك برونكايتس ودي اللي بيكون معاها ميوكس ومعاها ناروينج، معاها الاتنين دولة. لكن في حالة تانية اسمها الانفيزيما وهي اللي بيحصل فيها دامج في الوول بتاع الالفيولاي وبتفقد الريكويلينج بتاعها والالاستيستي بتاعتها، هتبقى كلها عبارة عن كورة واحدة بسيرفيس اريا قليلة جدا جدا جدا. تمام. طبعا موضوع السي او بي دي لو نشرحه في اي كورس بيكون موضوع كبير عن كده، بس انا حبيت بس افهمكم الكومبليكيشنز او المالتيبل كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لعيان السي او بي دي. اتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو كويس، وصدقوني والله تعليقكم في الكومنتات انك فهمت الفيديو او الفيديو كان مفيد ليك ده يعني بيخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر، فرجاء ما تبخلوش بده وشير الفيديو لاي حد يكون محتاج المعلومه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بكره. سلام عليكم.